المباراة في محاولة ان هي تبقى سيناريو تراجيدي، سيناريو دراماتيكي بعرضية عالية، والمرة دي صبحي سليمان، والمرة دي الدفاع، المرمى فاضي والتعادل، المرمى فاضي والتعادل، ونجح نجح نجح منساه، نجح منساه، ويرجع سيراميكا كليوباترا للمباراة. المرة دي منساه، شوف منساه اللي شارك ونزل، نزل منساه، نزل منساه، وشوف الكورة لمسة من اليمين، وهنا العرضية، شوف صبحي سليمان طلع 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 طلع، اصطدام المرة دي، وهنا الإبعاد، ولكن منساه يسكنها في الشباك، وينجح هيثم شعبان إن هو يرجع للمباراة. ياهو سيناريو، وياهي مباراة، وياهي روعة روعة. صبحي سليمان خرج واستعجل ومرت الكورة، وهنا المرة دي منساه، يا سلام يا سلام، إيفانز منساه يسجل الهدف الرابع لمصلحة نادي سيراميكا كليوباترا. 4-4، وهل بقي إثارة أكثر من ذلك؟ هو لسه في